اقرأوا القرآن وإنه يأتي يوم القيامة شافيعا لأصحابه. شعراء آيات berapa ini 49 sampai 60. Qana amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usalli ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل وأتبعهم مشرقين